صباح الخير مجددا لكم. المحطة هلأ مع الأبراج. البداية بتكون مع الحمل، مخفف اليوم من حدة التوتر وقادر يكون القائد لا التابع، وقادر كمان يستعين بشخص يمكن يساعده بعمل معين أو بشغل بدأ انضباط معين، ولكن كل الأمور رح ترسي على خط السليم. الثور مناقشة، مداولة، أخذ عطاء مع الآخر. الحلو فيه للثور حابب أنه اليوم يطلع من الدائرة الصغيرة للدائرة كبيرة، دائرة أكبر، حابب يوسع نشاطاته، حابب يطلع بأمور ما كانت تعنيله سابقا، وحابب يكون مع أشخاص يمكن ما كان منتبه لهم قبل وممكن اليوم يعبدوا له الطريق. الجوزاء خطى خطوات جبارة نحو الأمام، خاصة بالمنح العملي، هو قائد وبيعرف كيف بده يبلسم الأمور، بيعرف كيف بده يزبطها. اليوم ممكن اتصال، ممكن لقاء مع شخص معين يقلب المعادلة رأسا على عقب، ولكن الحلو فيك أنك قادر دايما هيك مثل ما بيقولوا تلملم طراريف الأمور، ترجع تزبط النوايا وتزبط كل شيء وتوضع النقاط على الحروف على الصعيد العملي. بنقول لك برافو عليك. السرطان يتسم هنهار بالنجاح والنجاح وثم النجاح، ويمكن تتفاجأ من معطيات هنهار قد ايه رح تكون لذيذه، قد ايه رح تكون حلوه، قد ايه رح تقطف فيها، ما كنت متوقع ابدا انه هيدا النهار رح تقطف فيه، ما كنت عارف انه هيدا النهار رح يفتح لك مجالات جديده، رح تكون اليوم ساحر ورح تاثر على رؤسائك بالعمل. الى الاسد بيتطوع اليوم للمساعدة، بيقول أنا موجود مين بده لساعده. أصلا مش غريب على الأسد، لأنه قد ما بتشوفوا هيك عنده الثقة بالنفس والشخصية القوية، كل هالأمور بينضوا تحت روح حلوة، روح طيبة، قلب كبير. اليوم من بين الأيام يلي عن جد بتجدد فيها الإيمان بالذات، وعن جد بتساعد صديق أو زميل أو رفيق، وتكون فخور جدا بهذه المساعدة. نصل إلى العذراء، ساعة هيك ساعة هيك، فينا نقول هنهار متقلب فيه، أوقات بيكون راضي لمعطيات هنهار، أوقات يستسلم للملل. اليوم المطلوب منك ما تستسلم أبدا للتكاسل، قوم حمل حالك وامشي، قوم اقترح شي مشروع مع الأصحاب مع الأصدقاء، لأنه إذا استسلمت للتكاسل بتضل محلك وما بتعود تحرك ساكن وبتستسلم وبتقول هيدا كل شي، لا أو أنت ما بيلبق لك هيك. قوم اليوم كب عنك غبار الملل وانطلق. الميزان اليوم بدك تكون حكيم وتعرف المعادلة وين بدها تصب، مش المهم أنه يلا أنا بيريحني أعمل هيك، بدك تشوف الآخر شو بيريحه أنت تعمل. من بين الأيام يلي أنت مراقب على أدق التفاصيل، من بين الأيام يلي كتار حاطينك إذا فينا نقول على المجهر وعم بيراقبوا إذا بتغلط أو ما بتغلط، فأنت اليوم حاول ما تغلط، وهيك أفكارك خليها تكون مدروسة أكثر، وطريقة تصرفاتك خليها تكون سلسة أكثر. العقرب مشاهد حية، بيرجع بيتذكرها، بتذكره بأمور من الماضي البعيد. كتير حلو الواحد يتذكر ماضيه، لأنه يلي ما بيعرف ماضيه ما في عيش الحاضر وما في عيش المستقبل، ولكن هيك بتحسوه دايما عنده خوف من أنه شو رح يصير هيدا الأيام اللي جاي، شو مخبيت لي، كيف ممكن أنا أكون بين هالأيام الجاية. ما تخاف، مثل ما بيقولوا سلم هيك لإرادة ربنا، قول أنا بدي أمشي بهالأيام، اشتغل بضمير، وبعدين شو بيصير يصير، ما كتير تهمهم وما كتير تحمل حالك أعباء إضافية. القوس قد ايه انت مهضوم، قد ايه الاخرين شايفينك بعين كبيره، شايفين هضامتك، شايفين طريقتك، شايفين كرمك المادي اللامتناهي. القوس كريم، بيعطي ماديا، يغدق ماديا على الاخر دون اي حساب ودون اي تراجع الى الوراء، بيساعد كل محتاج. وانت هيك قلبا وقلبا اليوم ساحر بين الابراج 12 الاكثر حظا، خاصه على الصعيد العاطفي. ونصل إلى الجدي، هيدا التقوقع على الزيت ودايما خايف ومتخبى ما بيصير، اللي بده يتقدم بحياته بده يكون عنده شخصية قوية، بده يكون عنده ثقة بالنفس، وبده يحاول يتطور مزبوط، يطلع السلم درجة درجة، ولكن بالقليل يطلع السلم. ما فينا نقعد ونكتف إجر على إجر ونقول ليه ما عم تزبط معنا الأمور، لا، بدك تقوم، بدك تحارب، بدك تحكي الأمور اللي لازم تنحكى، وبدك تحاول تطور بشخصيتك وبشخصية من تحب.
الدلو قادر وقادور، قادر يطفي نوع من الابتسامة ونوع من المرح، وهيدا مش جديد على الدلو لأنه دايما الابتسامة من لاي وجهه، ولما الواحد بيشوفه عابس هيك بيتفاجأ أنه الدلو عابس. لا أبدا ما بتصير، لأنه دايما عنده النكتة، دايما عنده المسحة، دايما عنده هيدا الفن يلي بخليك تفوت معه بجوه دون أي عناء أو تعب. فنحن بنرفع لك القبعة ومنقول لك برافو عليك. وختام أبراجنا مع الحوت، ختام مسك مع الحوت. القادر اليوم يتصرف، قبل كان حاسس حاله مكبل، هالمرة حاسس حاله أنه بيقدر يتصرف، بيقدر ياخد قرار حازم وجازم وبمكانه الصحيح. فأنت اليوم فعلا هيك عم تشتغل بوتيرة تصاعدية وعارف كتير منيح كيف بدك تتصرف، حتى لو في هيك أمور مش كتير ظابطة وحتى لو في مسؤوليات إضافية. من بعد ما أعطيتكم فكرة عن أبراجكم 12، حان الموعد لنقول هابي بيرثداي لكل مواليد اليوم. مولود اليوم لا يتأخر في تقديم المساعدة، لديه الكثير من الأصدقاء ولديه الكثير من الرفاق. إنسان منه فوضوي نظامي، بحب كتير التنظيم بحياته، ما بينظر على الآخرين، بيعيش معهم أحاسيسهم، وهيدي شغلة كتير مهمة. من إيجابياته بيعتذر سريعا إذا كان غلطان، من سلبياته أوقات بحس حاله أنه دايما يتفوق على الآخر. سنة سنة المعطيات الإيجابية. تحياتنا لكل مواليد اليوم، مندوي لكم شمعة كبيرة ومنقلكم هابي بيرثداي عقبال المية سنة يا رب. المحطة الأخيرة مع سامي، خلونا نتعرف شوي على سامي. سامي يعود إلى أصول عربية طبعا، وبيعني العالي المرتفع ومن هو نبيل. إذا سامي من هو عالي، من هو مرتفع، ومن هو نبيل. كيف شخصيته لسامي؟ سامي محدث لبق، طيب القلب، ضيف اللسان، بيتعلم كثير من خبرات الحياة، واسع الاطلاع ثقافيا، متسرع بأخذ القرارات سيما المصيرية منا، بحب دايما يلعب دور القائد لا التابع. سامي يحتاج إلى الاستقرار العاطفي ليقدر يعطي، إذا ما عنده حب بحياته ما بيقدر يعطي. بحب المغامرة ولا يحب أبدا أن يسمع نصائح الآخرين. هيدا هو سامي، أعطينيكم فكرة عنه. نحن بناخد بريك، بنرجع بنبلش من هلأ لتمام الساعة 11:30 أصدقائنا المشاهدين باستقبال ضيوفنا يلي بلشوا يحضروا حالهم تباعا. المحطة الأولى مع دكتور أحمد عويني، ولكن من بعد هالبريك.